الاسعار بالنسبه للكليج والمعروك وال بل 550 للمعروك الحجم كيلوغرام والحمد لله الحركه زينه وعايشين ومبسوطين ونريد بس نرجع على بلدنا الرقة وان شاء الله تحرر الرقة باقرب فرصه ونرجع وهذا نريده هذا هو العيد بعيدين اجواء رمضان اجواء خيريه وكلها كويسه على العالم والحمد لله بموجب الاسعار يعني متوسطه كويسه ولكن جمله العواطف اكثر شيء تلعب بين الطرق ليمون ما خالص ليمون لا والله خالص يا خالي ولا الحمد لله السنه اسعار يعني متوسطه على موجب الوضع كويس اسعار يعني مناسبه وغلى اسعار ما بي وجميع المواد متوفره ايوه الحمد لله ولكن ابي اسباب يعني تؤدي الغلاء الخضره الطرق ولا الوضع الامني